صوت جيش نتري وريك وفرحات وبقيت قعقع يا زبيدة. أي كلمة نقولها نكملها بقعقع يا زبيدة. مامي اللازمة مامي العزيزين ومامي بور محاين إنا يرفرين وزشك ذي غين غن إني واهيني واهثني إنا اللامي سمي الدنيا موت قعقع يا زبيدة. نعم هاد الأغنية تكعكع زوبيدة اللي كتشكل الحدث غنخليوها حدث في هذا الحدث اللي هو مسار السيدة تميمون سلوان اللي ما خليناهاش تغنى من طرف واحد أمازيغي باش نبينوا بأنها خدات إشعاع وفاضت حتى على المناطق المحادية منطقة أحفير مع أحد النجوم ديال هذه المنطقة اللي هو المهاجرين المغتربين في المغرب في فرنسا. حاول يحفظ ما أمكن هاد أغنية كعكع زوبيدة اللي غيقدمها لنا في مناسبة مسار تميمون سلوان مع مصطفى ماهر موس ماهر. Yeah.
الفنان مصطفى ماهر على هذه الاغنيه. الان غنلتحقوا بضيوفنا. نبداو بالسيده عائشه بوحجار، باحثه وعضوه في المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه. غنبداو معك اولا، من كونك قدمت واحد البحث في بلجيكا في بروكسل عن السيده تميمونت كتقاطع البحث في السيسيولوجي، تكلمي معنا البحث عن مر الاستاذ عصيد اللي كرحبوا به ايضا بشغف باش حضر معنا في هذا الحفل. السيده عائشه. شكرا سي عتيق بن شغال. اولا وقبل كل شيء بغيت نشكركم على هذا التكريم اللي وجدتوا هذا اليوم في هذه الامسيه، وكنشكر السيده الحاجه ميمونت اللي دابا عطاتني الفرصه باش نشوفها من بعد على الورق الان على مباشره. شكرا. بغيت في هذا الاطار يعني نقول غير يعني مشهد من واحد النقطة اللي كانت في البحث اللي قمت فيه في أواخر التسعينات في بلجيكا، يعني عن ازدواجية اللغة في بلجيكا. وكما تعلمون أغلبية المغاربة اللي مقيمين في بلجيكا هولندا وحتى ألمانيا، الأرقام تيقولوا 70% من منطقة الشمال الشرقي يعني من الريف. نعم. الدول الاسكندنافية. وفي البحث كان واحد السؤال مطروح لنا الثقافة المغربية، وتسولت المغاربة اللي مقيمين تما في بروكسل على الفنانين اللي كيعرفوهم، كان على القصائد وحتى الفنانة والمغنيين. والمغاربة من الجيل الأول، أول اسم اللي عطاوني هو ميمونت نسروان. يعني إجماع، شبه إجماع. إيه كان هي برزت يعني المغاربة هما اللي من المنطقة، الاسم الأول اللي جالهم على لسانهم هو ميمونت نسروان. إذا تما تكشفت يعني ميمونت نسروان كفنانة، وبالخصوص لأنها هي مرأة وفي منطقة الليف كما قال الأستاذ ميرا والأستاذ أزغوان من قبل، منطقة جد محافظة. إذن ملي مشاو المهاجرين في الستينات خداو معاهم في الحقيبة ديالهم وفي الرصيد الثقافي ديالهم ميمونت نسروان بقات كترافقهم. لأن علاش؟ لأن الأغاني اللي كانت كتغني كانت كتعبر على المشاعر ديالهم، حتى على الهجرة وحتى الحنين للوطن. والحنين ديال الوطن، راه غنات حتى الأغنية وطنية في هذا الشأن. نعم. إذن هذا هو اللي كاين. نعم تفضلي. كاين حتى من ناحية الأجيال دابا اللي نايدين، راه كان كتشوفوا في العولمة دابا الأجيال اللي طالعين راه من جيل الثالث والرابع. إلا مشيتوا ضربتوا الاسم ميمونت نسروان غادي تلقاو بان كاين دي فوروم يعني ديال الحوار منتديات ما بين المغاربه اللي مقيمين بالخارج وهنا، وكاين مواقع. نعم كنتكلموا تسالوا واش يمكن لك تعطيني واحد العنوان الكتروني فين غادي يمكن لي انا تحميل اغاني ديال ميمونت نسروان. اذن هي باقي في الذاكره وباقي حيه وباقي مشهوره. نعم. عبر الاجيال يعني كتستمر في هذا المجال. قبل ما يبحثوا على التحميل، هي حملتنا الى ذكرها والى قزاز احمد عصيد. بن شاكر وراني اليوم العالم كامل. ماشي انا القناه الثانيه وهاد الضيوف اللي ما كانوش متكونش. والناس اللي جاوا والجمهور الله يكثر خيرهم. فرحوا معنا وكثر خيرك. الله يكثر من امثالك. بارك الله فيكم اسيدي. استاذ احمد عصيد، المرحله اللي درست فيها ميمون سروان ماشي مرحله سهله باش تبرز فيها امراه.